اسمه هجين اسمه هجين اسمه هجين. أنا أخوكم محمد حسن من أكاديمية وي جيل من شبه قدم، ولا نحب أن أشكر كل الشيوخ والمعلمين على ما بذلوه معنا من جهد طوال هذا المستوى، ولقد استفدت الكثير من المواد التي درسناها. استفدت منها الكثير في مادة مثلا سير الصحابة، درسنا فيها سير الصحابة الكرام، ومادة الفقه ودرسنا فيها فقه الصيام والزكاة والحج، ومادة التفسير ودرسنا فيها تفسير جزء عام بالكامل. وأخيرا أود أن أقول لكم جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية الغالية، يا من أمضيت فيك أجمل الأيام وتعرفت فيك على إخوة أحببتهم في الله، ففي القلب لك مكان يا أويس ويا براء ويا عمر وصلاح الدين ويا عبد الرحمن، وكلكم جميعا في الفصل إخوتي وأحبتي في الله. أما أنتم يا معلمي فماذا أقول فيكم؟ كنتم نجوما نجوما تتلألأ في الفصول تنير لنا السبيل. لقد زرعتم فينا التوحيد وزدنا توكلا ويقينا، في الدين تفقهنا وحسن الأخلاق تعلمنا، وقرآنا وأحاديثا حفظنا وراجعنا، وكم أحسنتم إلينا بأنشطة ومسابقات وظهرات ربتنا وعلمتنا وزادتنا وعيا ويقينا. حفظك الله لنا يا هوية الجيل، وجزى القائمين عليك خير الجزاء. وبكل شوق وهمة أنتظر لقاءكم الفصل التالي، أحبكم في الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن كريم شبايك وعايش في أمريكا، أنا من مصر، وحضرت مؤسسة جيل هذا العام لأول مرة، وأحبه جدا لأن أول شيء المعلمين جيدين جدا، لأنهم يستطيعون أن يشرحوا كثيرا من الأشياء في فقط ساعة واحدة، ويعني أشعر أني استفدت كثيرا. ومثلا في درس التزكية في واحد من الحلقات كانت عن الصلاة، وبعد ما حضرت هذه الحلقة استفدت كثيرا منها، وساعدتني في أن أجعل صلاتي أفضل. فإن شاء الله أنا متحمس يا أكاديمية فينا بدت ترتقي بالجيل عزا وقمم اسمها